بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى دهر الدهور كلها امين. معجزه اقامه لعازر من الموت. طبعا زي ما كلنا عارفين ان ديت وردت في انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح 11. طبعا احنا عارفين ان المعجزه ديت من اقوى واكبر واعظم المعجزات واللي بتدل بقوه وبوضوح على لاهوت السيد المسيح له كل المجد. والحقيقه ان المعجزه ديت كانت من أقوى الأسباب اللي خلت رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين يستعجلوا في إن هم يتمموا حكم الموت على السيد المسيح، لأن المعجزة كانت قوية. المعجزة سببت إن ناس كتير جدا تآمن من اليهود، يأمنوا بالسيد المسيح ويعلنوا إيمانهم به. لعازر الحي نفسه كان دليل وإثبات قوي وقاطع. كل الناس اللي عارفين إنه مات واللي عزوا فيه واللي شالوه واللي دفنوه في القبر يشوفوه حي تاني في وسطهم، فكانت معجزة قوية جدا خلت ناس بعد المعجزة كمان بفترة دايما لما يشوفوا لعازر يأمنوا بالسيد المسيح، لدرجة إن في الإصحاح اللي بعده صح 12 في إنجيل يوحنا يوضح إن اليهود لما لقوا كده ابتدوا يفكروا أو يخططوا كمان إن يقتلوا لعازر. وطبعا بعد المعجزة دي بوقت مش بعيد، قد يكون ما بين الأسبوع أو الأسبوعين بالكتير، تمموا فعلا حكم الصلب في السيد المسيح. لكن الحقيقه عايز اتكلم معاكم النهارده في حاجه مهمه. طبعا انتوا عارفين دايما ايماننا بيتعرض لهجوم من الشيطان من عدو الخير، ويتعرض الانتقادات تبدو ان هي عقلانية ومنطقية، فممكن تأثر على بعض مننا او يعني تخلي في اهتزاز ولو بسيط، وده طبعا مش صح. المشككين والمهاجمين لإيماننا يقولوا ايه؟ يقولوا انتوا يا مسيحيين عمالين تقولوا ان معجزة اقامة لعازر دليل على لاهوت المسيح، احنا هنثبت لكم العكس من المعجزة نفسها. ازاي؟ يقولوا بما ان المسيح الهنا طبعا له كل المجد، لكن من وجهة نظرهم بما ان المسيح مجرد نبي فهو زي اي نبي، في انبياء تانيين وعندكم في الكتاب المقدس نفسه انبياء اقاموا اموات، والمسيح انا ما زلت بقول كلام، والمسيح لما جه يقيم لعازر صلى للاب، فاذا ما عملش المعجزه بقوته الذاتيه، ده صلى للآب أو صلى لله، فالله سمع صلاته وخلى لعازر يقوم. وده كمان وهو بيصلي أو قبل ما يصلي بكى، يعني بيستعطف الله، بيطلب منه، بيتحايل عليه وبيطلب منه إنه يقوم لعازر، فربنا استجاب لصلاته وأقام لعازر. آدي كل الإيه؟ كل الموضوع.
ايه رأيكم في الكلام ده؟ سمعتوه قبل كده؟ ولما نسمعه ما نتهزش، ده احنا من قلب الكلام ده ومن قلب المعجزة هنأكد فعلا ونثبت لاهوت السيد المسيح وأنه أقام لعازر بقوته الذاتية وبلاهوته وليس بصلاته لله الآب. طبعا اللي يسمع ده بسرعة من غير ما يدقق في الكتاب المقدس وكده ممكن بقول لكم ايه مبقاش عنده رد يعني، فيبتدي يقول طب ما صحيح. تعالوا كده نشوف الموضوع من الأول شوية. الكتاب بيقول كان واحد مريض وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرسى أختها. ممكن نستأذن برضو مسك الشاشة، خلي الإنجيل معانا وإحنا بنتكلم، لأن هات قراية الإنجيل من بدايته يا أخ شريف، خلي الإنجيل معانا على الشاشة من بدايته لما أشرح حاجة امشي معايا فيها. بيقول إن العازر كان مريض، ولما نرجع لأصل الكتاب المقدس اللي اتكتب بيه العهد الجديد في اللغة اليونانية نلاقي هنا إن كلمة مريض مش أي مرض، يعني العازر ما جالوش دور أنفلونزا مثلا وبعته للسيد المسيح لما الناس كلها بتعيا وتخف، لكن كلمة مريض هنا ليها مصطلح خاص في اللغة اليونانية يوضح ان المرض بتاع العازر كان مرض من الامراض التي تؤدي للموت، مرض قوي او شديد يسموه مرض موت، بدليل ان هم بعتوا للسيد المسيح يستنجدوا بيه. وطبعا كتاب يقول ايه برضو في الأوائل كده، يقول وكان يسوع يحب مرسى ومريم أختها ولعازر. يبقى المسيح بيحب الأسرة دي. وبعدين يقول فلما سمع أنه مريض أقام في الموضع الذي كان فيه يومين. أنت يا رب يسوع المسيح بتحب الأسرة دي وكنت بتقيم وتبات عندهم في البيت، وبعدين يبعتوا يقولوا لك ان هو مريض فتروح قاعد برضو يومين اتنين. سيد المسيح كل ده بيخطط وبيرتب بسابق وبعلم ارادته انه عايز يقيم لعازر في اليوم الرابع، وهنقول ليه ترتيبه الالهي ان عايز إقامة لعازر تبقى في اليوم الرابع مش قبل كده. وهنا ده يدينا برضو درس روحي مهم لينا، ان ساعات نطلب والاستجابة نشعر انها اتأخرت، وهي ما بتتأخرش، مفيش عند ربنا تأخير، لكن الله له مواعيد وله ترتيب وله أوقات لكل شيء تحت السماء وقت. عشان كده المزمور يقول ايه تقوى وتشدد او تشجع وانتظر الرب. يبقى شعارنا الروحي دايما احنا منتظرين الرب، وما نظنش انه لما يتأخر والمشكلة تصعب او تتعقد اكتر ان ده معناها انه مش هيحلها، لان احنا بمقاييسنا في شيء سهل وفي شيء صعب وفي شيء أصعب، لكن في مقاييس الله مفيش حاجة صعبة عليه، كل شيء بالنسبة لي سهل. خلوا بالكم المسيح بعد كده هو بيتكلم مع مرسى قال لها وقال لتلاميذه في الأول إن هذا الموت ليتمجد الله وليتمجد ابن الله. يبقى هو عارف كويس من الأول هو هيعمل إيه. خلوا بالكم هم أرسلوا للمسيح،
المكان اللي كان فيه المسيح والمكان بتاع بيت وقبر العازر بيت عنيا ده مسيرة يوم كامل. عشان حد يتنقل المشوار ده محتاج يوم. هما بعتوا مرسال يروح للمسيح ويقول له. المرسال ده لما راح وبلغ المسيح والمسيح عرف منه واتكلم مع تلاميذه كان لعازر خلاص ايه مات. يعني الراجل من اول ما بعتوه خرج من البيت لعازر مات. يعني نفس المرسال اللي جاي يبلغ المسيح بان لعازر مريض ما يعرفش ان لعازر مات والمسيح عارف لانه الله العالم كل شيء. ولذلك الرجل لما جه وبلغ المسيح والمسيح اتكلم مع تلاميذه شوية اول ما عرف قال لهم لعازر حبيبنا ايه قد مات. ويقول الكتاب ان هم ظنوه يتكلم عن رقاد النوم فلما لقاهم ما فهموش قال لهم لعازر مات. يقول كده قال له التلاميذ يا رب ان كان قد نام فهو يقوم. طب ما كل الناس بتنام وتقوم ايه يعني بتقول لنا لعازر نام يعني. فهمهم قاصر مش فاهمين قصد المسيح. لكن المسيح بيحط مبدأ انه من الوقت ده ابتدى يعلن سلطانه على الموت وابتدى من الوقت ده يعلن ان الموت بالنسبة لنا مجرد نوم مجرد رقاد. وده اللي الكنيسة بتسمي احبائنا المنتقلين تسميهم ايه الراقدين. احنا في ايماننا ما نقولش فلان مات نقول ركض في الرب ركض رقاد. فيقول كده ايه اما يسوع فقال عن نوم موته وهم ظنوا انه قال عن رقاد النوم. حينئذ قال لهم يسوع علانية لعازر قد مات. خلوا بالكم من اول ما المسيح عرف انه مات السيد المسيح قال لهم ايه قال لهم لعازر نام وانا اذهب لاقيمه او لاوقظه. اذن اللي بيقولوا ان المسيح كان بيصلي عشان يطلب عمل المعجزه ده المسيح من قبل المعجزه من اليوم الاول لموت لعازر وهو اعلن ان هو هيقيم. يبقى ده اول دليل على لاهوت المسيح وهو بعيد مسافة مشي يوم عارف ان العازر مات. خلوا بالكم المرسال ده راح في يوم والكتاب يقول ان المسيح اقام قد ايه يومين. بعدين المسيح خد المشوار في يوم فعلى ما وصل كان العازر مات بقاله قد ايه 4 ايام. ليه المسيح اراد ان المعجزة تكون بعد 4 ايام من موت العازر؟ خلوا بالكم كل ما الله يتأخر واحنا نظن انه خلاص مش هيقدر يعمل حاجة عشان كده بيقولوا لو كنت ها هنا لم يمت اخي. قالتها مرسى وقالتها مريم. الله وانت يعني بتحسين ان الموضوع خلاص خرج من ايده لو كنت هنا ما كانش مات لكن دلوقتي خلاص هو مات وانت يبقى الموضوع انت مش هتقدر عليه. ده ايمانهم المحدود في المسيح. لكن هنشوف المسيح بكلامه مع مرسى رفع مستوى ايمانها ازاي. المسيح قصد انه يكون في اليوم الرابع. اولا كل ما الموت عوامل الفساد بتاعته تدب في الجسد وبعدين المسيح يقيمه ده يدي قوة للمعجزة. تخيلوه راح وهو عيان ومريض وشفاه كانت تبقى ايه قوة المعجزة ومين اللي يسمع بالمعجزة ومين اللي بسببها يآمن ولا حاجة.
لو لسه ميت ولسه ما دفنهوش زي ابن كيروس ولا ابن أرملة نايين مثلا، يقولوا يعني لسه ميت لسه جسده كان سليم. خاصة اليهود كان عندهم اعتقاد واعتقاد خاطئ، بس المسيح عارف هو بيتعامل مع اليهود فبيعاملهم بمستواهم عشان ما يبقاش فيه اي حجة لعدم الإيمان. اليهود كان عندهم اعتقاد بان الروح بتحوم في المكان حول الجسد وبتحاول تدخل فيه تاني لمدة 3 أيام. ده اعتقاد خاطئ، لكن اليهود كانوا مصدقين. فالمسيح لو عمل المعجزة في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث يقولوا إيه؟ ما الروح كانت لسه بتحوم وبتحاول تدخل. لكن في اليوم الرابع موضوع انتهى، وكمان اليوم الرابع بقى انتن. هتقومه ازاي؟ الجسد ابتدى يتحلل، ابتدى يتفتح، ابتدى يبقى فيه الدود وعوامل الفساد والانحلال والرائحة الناتنة. ده لما المسيح راح عند القبر وبيقول لهم انتوا وضعتوه فين وارفعوا الحجر، مرسى قالت له يا سيد قد انتن لان له 4 أيام. هو انت هتفتح القبر وتخليهم يتفرجوا على اخويا وهو بالوضع ده؟ انت هتخلي الناس كلها تشتم الرائحه الناتنه دي وتجري تبعد تشمئز؟ هتستفيد ايه لما نفتح او نرفع الحجر ونفتح القبر؟ وده حصل على فكره بالتاكيد، ان لما فتح القبر كانت الرائحه صعبه جدا. ما هو المسيح ما اقاموش غير لما فتحوا الحجر، بيوري لكل الناس موضوع الجسد واصل لإيه، عشان لما المسيح بقى بعد كل ده يقيمه ويرجع الجسد تاني صحيح ما مدى قوة المعجزة. المسيح لما اتكلم مع مرسى وقال لها سيقوم أخوك، التأكيد تاني بعد ما كان قايل للتلاميذ ده قبل ما يروح عند القبر بيقول لها أخوك هيقوم، برضه ما فهمتش وفكرته بيتكلم عن القيامة في اليوم الأخير. وقالت له أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. لا، أنت بتقول إنه يقوم في القيامة، يعني أنا ما أقدرش أقوله دلوقتي، أنا هو القيامة والحياة. عمالين نلاقي أدلة من جوه المعجزة اللي بيقولوا إن المعجزة بنص الكتاب لا تدل على لاهوت المسيح، عمالين نلاقي أدلة قوية على لاهوت المسيح. أنا هو القيامة والحياة، مين يقدر يقول عن نفسه كده؟ أنه هو الحياة وأنه هو القيامة، مش هو اللي يقيم بس، ده هو القيامة ذاته. أنا هو القيامة والحياة. وبعدين مرسى لما سمعت الكلام ده رفع المسيح إيمانها فقالت له إيه؟ نعم يا ربي، أنا أؤمن أنك أنت هو المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. وخلوا بالكم هذا الإعلان من مرسى كان قبل المعجزة، كان لسه ما أقامش. لحسن حد يقول يعني دي لما أقومه قالت كده؟ لا، ده قبل ما يقومه، لأن قال لها أنا هقومه وهي أمنت وصدقت. على فكرة ساعات كتير ساعات كتير بنظلم مرسى، بنعظم مين؟ بمريم. لكن لا، الاثنين عند المسيح مقبولين. هنا في الاول الاصحاح قال ان يسوع كان يحب مرسى ومريم ونعظم بيحبها، وهي اعلنت ايمان قوي جدا. عشان الوقت بقى مش هنمشي مع القصة كلها، لكن تعالوا نشوف اللي قالوا أو اللي بيدعوا إن المسيح صلى فالله أقام لعازر. لا، تعالوا نشوف المسيح اللي بيقولوا عليها صلاة دي كانت صلاة ولا لا، كانت إيه بالظبط. يقول فرفعوا الحجر عن باب القبر، ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال. تعالوا نشوف هيطلب من الله الاب ان
يقيم لعذر ولا لا؟ يا أبتي أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا قد علمت أنك تسمع لي في كل حين. يبقى هنا مش بيقوله لو سمحت وأرجوك وبيتحنن عليني يقومه، لا، ده بيقوله أنا عارف إن أنت بتسمع لي في كل حين. طبعا هنا يعني عايز يوضح وحدة المشيئة ووحدة الإرادة والقدرة المتساوية بين الأب والابن. لكن من أجل هذا الجمع المحيط بي قلت ليؤمنوا أنك أنت الذي أرسلتني. يبقى هو مش بيطلب منه، بيقول له أنا رافع عينيه دلوقتي وبكلمك عشان الناس دي كلها تؤمن إن أنا لما بعمل حاجة أنت أرسلتني، أنا وأنت واحد. كان المسيح كل ما يعمل معجزة كل ما يعمل معجزة اليهود يقولوا إيه؟ ببعض زفورة لسه الشياطين يخرج الشياطين. فالمسيح هنا بيقول لهم لا، أنا المعجزة بعملها بقوة سماوية. بعمل المعجزة بقوة سماوية، أنا والآب واحد. إرادتي هي إرادة الآب، قدرتي هي قدرة الآب. يقول له أنا أعلم أنك تسمع لي في كل حين، ولكن لأجل هذا الجمع المحيط بي قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني. يبقى الحوار هنا مش صلاة ولا طلب من الله الآب أن يقيم لعازر، لكن بيقول له أنا بوريهم أن أنا وأنت واحد. يا أبتي أشكرك لأنك، مش بيطلب منه يسمع له، أشكرك لأنك سمعت لي. هو لسه في حاجة حصلت؟ عارف. يبقى واثق تماما إن هيقوم لعازر. قالها للتلاميذ وهو في المكان البعيد مش في اليهودية، قالها لمرثا ومريم لما قابلهم، قالها عند القبر، وبعدين يقومه فعلا. هو عارف إن هيقومه، واثق إن هيقومه، وقومه بقوته الذاتية، مش صلى إلى الآب وطلب منه إن هو يقيمه. قلت ليؤمنوا أنك أنت الذي أرسلتني. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم، ما قالوش أيها الآب قوم لعازر، ولا يا الله قوم لعازر. هو مش مجرد نبي، هو الله المتجسد القادر على كل شيء. أمر لعازر هلم خارجا. في هذه اللحظة القوة اللاهوتية التي للمسيح خلت كل اللي في الجسد يتصلح. الجسد كان فسد وأنتن، كل خلية في الجسد رجعت للحياة. الجسد ده فيه مليارات الخلايا، تخيلوا جسد أنتن وفي لحظة بقول المسيح بكلمة منه لعازر هلم خارجا، الجسد كله ايه؟ يرجع صحيح وسليم، والأجهزة تشتغل، والدورة الدموية تشتغل، والمخ يبتدي يشتغل، والأعصاب تصحى تاني. اللي في الطب في الطب لو أي جزء في عصب ماتت خلية ما ينفعش تحيا تاني. كل الجسد يتصلح، كأن المسيح بيخلق جسد من جديد. وإيه الغريب؟ ما هو الخالق، ما هو الله الخالق، يصلح جسد لعازر تماما وبقوته الإلهية وبصوته، عشان كده يقول صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا. ديت كان فيها إصدار أمر من المسيح إن روح لعازر تيجي من الهاوية، تيجي من الجحيم وتتحد بالجسد مرة تانية. خلوا بالكم الأرواح اللي كانت بتبقى في الجحيم قبل فداء المسيح، حتى الأبرار أرواحهم كانت بتبقى في الجحيم، وكانت تحت سلطان إبليس. فكون المسيح له المجد بأمره الإلهي
يجبر مع الشياطين حتى في حياة المسيحيين اللي هم كانوا ايه؟ كانوا بيرتعبوا منه وكانوا بيصرخوا يقولوا له اتيت قبل الوقت لتهلكنا. ما يقدرش الشيطان يقف قدامه، يدي امر الهي ان روح لعازر تيجي من الهاويه او من الجحيم تتحد بالجسد مره تانيه ويقوم لعازر. المسيح لا طلب من الاب ولا استعطف الاب ببكاء. بكاء المسيح اولا بيبين لنا مدى حنان الله ورقته وعطفه واهتمامه باولاده. لكن الحكايه برضو مش كده، ده اليهود فكروا قالوا انظروا كيف كان يحبه. الموضوع مش ان هو بكى لانه كان بيحبه، لو كان ممكن يخليه ما يموتش. طب ما هو عارف ان هيقومه، ما هو عارف ان هيقومه. فمش معنى حب الله لشخص انه يخلي الشخص ما يموتش. طب ما لعازر بعد كده عاش سنوات طويلة وكان اسقف لقبرص ومات في قبرص واتدفن هناك. ما هو المسيح قومه ما هيموت تاني، يعني مش هيحيا للابد. فالمسيح مش بيبكي لانه كان بيحب لعازر، هو عارف انه هيقومه. لكن بكاء المسيح كان بكاء على حال البشرية اللي الخطية والسقوط وصلتها لهذا الموت وهذا الفساد. يبكي المسيح على البشرية اللي أنتنت بسبب الخطية. خرج لعازر، خرج الميت مربوط رجلاه ويداه بلفاف ووجهه مكتوب بالمنديل، فقال لهم يسوع حلوه ودعوه ايه يذهب. ادي قوة المعجزة، وادي لاهوت المسيح العالم بكل شيء القادر على كل شيء اللي له سلطان على الموت بقوته الذاتية اللاهوتية، اللي ما طلبش من الاب في الصلاة ان هو يقيم لعازر، بل هو ادى امر الهي قال له لعازر هلم خارجا. ويقولوا كده في احد التأملات هقوله وهختم يعني عشان الوقت، معجزة فيها كلام كتير جدا يعني مش عايز يخلص. يقولوا ان المسيح حدد اسم لعازر، لعازر هلم خارجا، لان لو هو واقف قال ان الميت يخرج بدون تحديد اسمه كان ممكن اي اموات تانيين او كل الاموات اللي في المكان يقوم. ما هو اللي اتقال عنه في اليوم الاخير تأتي ساعة يسمع فيها كل من في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة والذين فعلوا السيئات الى قيامة الدينون. هتأتي ساعة في لحظة هيقول كلمة كل الاموات على مستوى الاجيال من ادم لاخر الدهور هيقوموا. يبقى مش قادر يقوم لعازر بكلمة، ده هو اللي هيقيم الاموات ويدين الأحياء والأموات في اليوم الأخير. ربنا يدينا نحن نتعلم وندقق في الكتاب المقدس ونتعمق فيه ونفهمه ونثبت ونقوي إيماننا بالمسيح، وفي نفس الوقت على مستوى حياتنا الروحية نبقى عايشين في حياة مقدسة وثابتة في المسيح إلهنا، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.